روي بنتلي من 1924 توفى هذا العام. هذه المرحلة بتشهد وداع كثير من النجوم اللي كان لهم تاريخ كبير في مجال كرة القدم سواء أوروبيا عالميا أو محليا حتى عندنا في المنطقة العربية. شكرا لكل من أعطى، لكل من قدم، لكل من ساهم في الرقي بمستوى الرياضة بشكل عام، كرة القدم بشكل خاص. شكرا لكل من ساهم في إسعاد الجميع والملايين الحقيقة في كل مكان. لقطات عن أبرز الإنجازات ولحظات الفرح ولحظات التتويج لواحد من الرموز الكبار. شاهدين الكرام، ستامفورد بريدج يحتضن أحداث هذا اللقاء الهام، 42 ألف متفرج. تشيلسي وليفربول في الدور الأول كان تعادل 1-1، كان تقدم محمد صلاح لليفربول وتعادل ويليان في الدقيقة 85. النهاردة صلاح موجود كأساسي، ويليان قاعد كاحتياطي. تشيلسي يلعب لقاء اليوم بحرس المرمى كورتوا، خط الظهر بالثلاثي أزبليكويتا روجر وجاري كايل، في اليمين موزيس، في الشمال ماركوس ألونسو، أمامي على طول وائل مساحات، فيرمينيو يصوب. نعم نعم، دقيقتين وخمسة وعشرين ثانية احتاجها فريق ليفربول ليقتحم منطقة جزاء تشيلسي بعد تمريرة طويلة بدون تسلل، تمركز عظيم ثم التصويب. العين بيبقوا ويضمنوا البقاء بنسبة جيدة، ضغط عالي عامله فريق. هاتوا خد جميلة يا ولد يا ولد، العرضية لكن جامدة جامدة شويات. محمد صلاح مهمين جدا في تشكيلة وتركيبة تشيلسي هذا العام وباستمرار، ما يغيب لالانا وإمري وماتيب عن هذا اللقاء، ولكن الأزرق رجع، الأزرق رجع والعرضية بعيدة إلى ضرب. ولكن 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 لسه جيرو، لسه جيرو يصور، ولكن عام 2-4-6-8 2-4-6-8 6-8 أدي جيرو تحولت الناحية العكسية، وادي العرضية اللي اتعملت من موزيس عدت على طول إلى بجسمه ويروح يتخانق، لا بس يلف بجسمه فيقنع المدافع. زارت حلال العقد، ألونسو قد يصوب، يصوب ولكن على طول على طول على طول الألماني كاريوس، الألماني كاريوس. هذا الضغط على أرنولد، ودي باكايوكو عامل تحول جميل. شوف ان كنت بيدور على الناحية العكسية لان عارف الفيرمينو صلاح وعلى شماله فيرمينيو، ولكن الله 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 ملي حياته يوم ورا يوم مهاراته. يورجن كلوب يصل لتاني مرة الى نهائي الشامبيونز ليج، وصل من قطول واحد على واحد، يرجع ببساطة بسهولة والعرضية الجميلة، ولكن ولكن يا سلام يا سلام ساديو ماني لكن مقفول عليه كويس. شوف اللي ضغط عليه أزبليكويتا، أزبليكويتا منعه يا جماعة. بص الصورة العلوية الجميلة، شوف الانتشار بتاع خط الظهر، إذا الأجناب والحل. محمد عمان تصويب، الله 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 الله. شوف السنغال العظيم، شوف ساديو ماني، شوف رجله الشمال أو اليمين أحيانا عنده الخبر اليقين. الله عليك يا ولد. محمد صلاح يلعب على طول لميلنر، ناحية العكسية بعيدة عن حرس المرمى، عارفين ان روجر يدوب بس اوه عملها بدري، عملها بدري روجر عشان الحركة ما تكونش سريعة ولا عالية. وادي الناحية العكسية على طول من تاني، واحد على واحد يقف ويأجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله 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 الله. بص شوف جيرو بيعمل ايه، النجم الفرنسي يسجل، نعم ثالث اهدافه مع البلوز، يبحث دائما عن الفوز. رايح فين يا ولد؟ رايح لديفيد لويس، رايح للمدافع البرازيلي الغائب عن تشكيلة الفريق. يبدو ان وعده وعد الحر دين عليه، ضربة راس صعبة على الحراس. يتقدم تشيلسي باول اهداف اللقاء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على العرضية الجميلة، قفل باليمين عشان يرفع بالشمال وضربة راس صعبة على الحراس. يتقدم تشيلسي باول اهداف اللقاء، يا جماله يا جماله. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.